محمد، السلام عليك. بعد ما شفت الفيديو الهمبة هاك اللي طرشت لك اياه، عندنا مشكلة في الهمبة الثانية، على الجزء الثاني من الهمبة. طبعا احنا يعني هاي الشغلة الوحيدة ببيت الوالدة هي مهتمة فيها، قبل يعني ما مهتمين وايد الا هاي الهمبة يعني. بس انا بعرف ولد الخالة هذا شو اللي طالع في الهمبة، شيء ابيض شوفه على حبات الهمبة براوي كلها بعد طالع. هل هذا مرض؟ ما اعرف شو السالفه، يمكن خبرتك انت ما شاء الله عليك. شوف، ما ادري شو هاللي طالع في الهمبه، ناكله عادي؟ هذا يعتبر مرض شيء؟ لا سمح الله. سامحنا على طرشنا لك الصور، ما شاء الله انت خبير في السوالف، نستفيد منك وايد في السناب. جزاك الله خير ابو محمد، ومتري مشورتك. ما شاء الله يشوف ثامره، بس المشكلة في هاي يعني الوالد تقول حتى قطعوها. شوف هنا، ها شيء عادي ولا؟ خبرتك الغالي، مشكور يا ابو محمد.